نحن جئنا من كندا لافتتاح، بحكم أنني أنا رئيس المعهد، جئنا من كندا لافتتاح هذا الفرع في إقليم كردستان، فرع المعهد الكندي للعلوم الصحية، واليوم هو بداية انطلاقتنا إن شاء الله في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والمهنية إلى شباب الإقليم وإلى النازحين الموجودين في إقليم، لما يتمتع به الإقليم من مكانة أمان وتقدم. وفي نفس الوقت نأمل إن شاء الله أن يكون من هذا المنطلق هو تعاون مشترك بيننا وبين حكومة الإقليم أو المنظمات الإنسانية الموجودة في الإقليم. طبعا نحن نشكر الإعلام، الإعلام له دور كبير في جعل العمل الإنساني عمل تطوعي لحب الخير ومساعدة الآخرين ومساعدة النازحين. نحن لدينا 200 فرع في العالم، وهذا فرع كذلك جديد، ونأمل من هذا الفرع الجديد أن يكون تحية سلام ومحبة إلى كل من يؤمن بالسلام والمحبة، التعايش السلمي بعيدا عن الطائفية والحزبية. نريد أن نبني العراق مرة أخرى، نبني الإنسان العراقي بجد واجتهاد وسلام ومحبة. البروفيسور السير المركيز كريم سهر، رئيس ومؤسس فرع النوايا الحسنة بالمعهد الكندي للعلوم الصحية. بطبيعة الحال احنا نسعى إلى تطوير مجتمع. كيف نسعى إلى تطوير مجتمع؟ مجتمعنا العراقي مر بكوارث وحروب حدت بالمجتمع العراقي أن يتأخر خطوة إلى الوراء. كيف إحنا نقدر نبني هذا الإنسان اللي مر بهذه الكوارث؟ بدينا بعصارة جهدنا وما قرينا وما درسنا في هاي الأمور، يعني من خارج القطور وما موجود إحنا في تعاليمنا الإسلامية، حاولنا أن ننقل هاي التجربة وهذه الدراسة إلى كيف نبني المجتمع اللي مر بهذا. بدينا نسعى جاهدين إلى أن فتحنا مكتب في البصرة وفتحنا مكتب في بغداد، حاولنا بشتى الأمور أن نطور عملنا، وهي بعقد مؤتمرات زائدا عقد ندوات زائدا الالتقاء الشخصية بكافة شرائح المجتمع. السيد حميد الزامدي مدير مكتب بغداد للمعهد الكندي لسفراء النوايا الحسنة والعلوم الصحية والنفسية وحقوق الإنسان والسلام. يشرفنا أن نلبي دعوة المعهد الكندي للسلام ولسفراء النوايا الحسنة، والذي يتضمن فتح مكتب جديد لهم في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وبدون شك نحن نثمن مثل هذه الخطوات التي تهدف لخدمة الإنسانية وخدمة المجتمع، لا سيما في ظل الظروف والصعوبات والتحديات التي يلاقيها أبناء الشعب العراقي، وهو يواجه أشرس هجمة، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى أوشكت على الانتهاء بفضل سواعد أبناء القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري وأبطال البيشمركة.